هذا المثال هو نفس مثال نفس بيانات الماثياس برونز هازبروك اللي حليناها سابقا، باستثناء ان الفلوريت الان هي 1500، فحسبنا البرودكشن تايم من الكامراتيف برودكشن، هذا الكامراتيف برودكشن مقسوم على الفلوريت مضروب في 24، طلع عند البرودكشن تايم بحدود 73 ساعه. الشاتن تايم اخر قراءه هي 80. نعم الشاتن تايم شويه اكبر من التي بي، شويه اكبر من التي بي، يعني التي بي اقل من الشاتن تايم، ولذلك رحنا المن، رحنا للميلر دايس هيتشنسون الام دي اتش بلوت، هذا هو الام دي اتش بلوت تشوفونه قدامكم. جينا شنو حسبنا حسبنا هذا الانفينيت اكتر لاين، جيت حسبت شنو؟ حسبت السلوب، السلوب ايش قد مثلا بين العشره والواحد، هذه بين العشره، بين العشره والواحد. السلوب بحدود هذه 50 تقريبا 45، السلوب 45. اذا السلوب عندي هنا اللي عندي هنا بهاي الحاله الميل بحدود 45، هذه خلينا نقول 45 او 40 ولا ما، يعني كود بي 3310 20، اعتقد هو اقرب لل 45. خوش هسه من حسبت النفاذيه، من حسبت السلوب اقدر احسب النفاذيه 162.6 تايمز كيو، هذه الكيو ام يو، هذه اويل فورميشن فوليوم فاكتور، هذه مقسوم على السلوب في الفورميشن ثيكنس، هذا الفورميشن ثيكنس وهذا السلوب مالتنا. فطلعت عندي النفاذيه تقريبا 116 ملي دارسي. خوش زين احنا نعرف شكل المكمن، شكل المكمن دائري، اذا الشيف فاكتور نعرفه، الشيف فاكتور اللي هو ايش قد ترجع للشيف فاكتور 31.6، شيف فاكتور 31.62 من الجدول، لان نعرف شكل المكمن. زين نعم هسه اجي احسب الدايت شاتن تايم، الدايت شاتن تايم، الدايت شاتن تايم شو يصير عندي؟ بوروسيتي فاي ام يو سي تي مضروب في الاريا، حولها 43560 الى سكوير فيت و 0.002637 مضروب بمن؟ مضروب بالنفاذية، مضروب في الشيف فاكتور، الشيف فاكتور لا تنسى الشيف فاكتور. إذن هذا عندي الدايس شاتل تايم، إيش قد الدايس شاتل تايم؟ بحدود 6 ساعات. أجي هنا أدور على الدايس شاتل تايم أشوفه وين عندك، هذه 1 2 3 4 5 6 ساعات، هذا تشوف عيني، واقرأ الضغط، اقرأ الضغط، ايش قد الضغط تقريبا؟ 3345، 3345 او 40 حقيقة، مو 45، 3340 40 3000، نعم 3340 3340 بأساس، خلاص انتهينا من عندها. هذا هو الدايت، هذا هو الدايت شكل تايم، هذا هو الافرج ريزرفر بريشر باي دايت. بالماثياس برونز ايش قد طلع عندنا؟ 3347. بالدايت ايش قد طلع عندنا؟ 3340. واضحه شباب الفكره هنا؟ واضحه عيني؟ واضحه؟ واضحه الفكره شباب؟ اكو سؤال هنا؟ واضحه دكتور، عاشت ايدك واضحه. خلينا نفترض، خلينا نفترض انت ما تعرف، ما تعرف شكل المكمن. اذا ما تعرف شكل المكمن شو تسوي؟ تحسب دايت شتن تايم. زين دايت شتن تايم هنا في الحاله هذه منين ينحسب؟ ينحسب اول مره انت تريد تحسب هذه المعادلات اللي نستخدمها اذا ما نعرف شكل المكمن، تريد تحسب هذه، شوف هذه، هذه المعادله هي نفسها هذه احنا اللي عندنا فوق من عيني، حتى تحسب راح تستخدم
هذه المعادلة حقيقة. هذه إذا ما نعرف شكل المكمة نستخدم هاي المعادلة. إيش بيها دلتا تي دي أي بي داش؟ دلتا تي دي أي بي داش منين ينحسب؟ ينحسب بهاي المعادلة. يا معادلة بهاي المعادلة. شوفوا عيننا هاي المعادلة الثانية. هذه المعادلة الثانية اللي نستخدمها لحساب دلتا تي دي أي بي داش. إيش بيها؟ بيها تي بي دي أي. زين تي بي دي أي بي منين ينحسب؟ ينحسب هاي المعادلة. ينحسب هاي المعادلة. إذا أنا لازم أبدأ أولاً أحسب تي بي دي أي. خوش. هسا أجي أقول تي بي دي أي. تي بي دي أي من هو؟ هذا البرودكشن تايم. شو يساوي لنا تي بي دي أي؟ 0.000237 مضروب في كي، هاي النفاذية، مضروب بالبرودكشن تايم. عندنا البرودكشن تايم هذا. زين عيني. مقسوم على شنو؟ فاي ميو سي تي، هذا السي تي مضروب بشنو؟ ار دبليو سكوير، العفو فاي ميو سي تي اريا، مو ار ثاني، ار دبليو اريا هذه مضروبه في 43560 اغلق. اذا هذا هو دلتا تي بي دي اي اللي حسبناه بمين؟ بهاي المعادلة. هسه احسب دلتا تي دي اي بي داش. سو هسه شو احسب؟ تي دي اي وين؟ عند البي داش، عند البي داش. بيا معادلة بهاي المعادلة، هاي المعادلة الطويلة. ايش اقول؟ اقول هذه 0.05146 مضروب، افتح قوس، 1 ناقص اكسبوننشال، هذا الاكسبوننشال. خلي ماينس ماينس وات، ما افتح براثيسس تي بي دي اي، هذا بدي اشوف عيني، ناقص 5.64016 هذا مقسوم على 10000 تمام، والكل القوس بالكامل مقسوم على 0.06398 اغلق البراثيسس، انتهينا من عنده، وهذا مرفوع للقوة 0.9705 وانتهينا من عنده. خلنا نتأكد شنو الموضوع. هسه هذا هو 0.05 صحيح، parentheses exponential. قد يحتاج بعد قوس؟ لا لا هو نفذه، مو ما يحتاج، بس خلنا نتأكد من الموضوع. هذا ال هذا ليش لا خلنا قوس؟ المن هذا قوس؟ هو القوس اي صحيح، اذا هذا صحيح. شو لا ما لازم قوس، يمكن لا ما لازم يكون قوس، وهذا يوخر منا. بس خلي اتاكد هذا الشغل غلق، هذا شغله هذا بالضبط غلق ال1 ماينس اول صحيح، وهذا غلق الداخلي، غلق الاكسبوننشال صحيح. إذن هذا أعتقد صحيح هسه. هذا هو دلتا تي بي دي اي اللي حسبناه بهاي المعادلة. هسه ايش احسب؟ احسب دلتا تي بي من هاي المعادلة اللي هو دايت سكند تايم، دايت سكند تايم دلتا تي بي داش اللي هو دايت سكند تايم، شو يساوي لنا؟ 0.0002637 مضروب في كي، وينها كي؟ كي هذا هنا مضروب في اوكي مضروب في هذا المقدار وقسموه على فاي ميو سي تي ار دبليو سكوير، فاي ميو سي تي ار دبليو سكوير، ار دبليو سكوير كلوز بارانثيسيس. اذا طلع عندك ايش قد؟ طلع عندك الدايت سيتن تايم، اعتقد هذا قيمه كبيره. صور اكو خطا هنا، خل اعيد هنا 0.051461 minus exponential، هذا exponential افتح قوس آخر TBDA minus هنا أكو خطأ أعتقد، هذا لازم يكون هنا قوس عندي، هنا موجود عفوا هذا قوس، هذا صحيح
مقسوم على هذا. إذا أغلق منه وأغلق القوس الداخلي، لا القوس الداخلي لازم exponential minus هذا. أوكي هذا غلق القوس الداخلي. أوكي هذا غلق الواحد. خلي أعيد كتابتها مرة أخرى one by one. مرة أخرى جزء بعد جزء. الجزء الأول إنه عندنا minus افتح قوس تي بي دي اي، هذا تي بي دي اي minus 5.64016 مقسوم على 10,000. أوكي هذا كله مقسوم على 0.06398. هسه حصلنا على هذا القيمة، حصلنا على هذا القيمة. الآن لتأكد من عدة تضغط هذه ماينس، أوكي هذا ماينس تي بي دي اي، هذا تي بي دي اي اللي هو أثير تي تي بي دي اي مقسوم على 0.06. أوكي هذا صحيح. الآن هذه شو يساوي لنا؟ هذا إكسبوننشال هذا المقدار. اوكي الان واحد ناقص هذا المقدار. اوكي جود. الان هذا هو اللي مرفوع للقوه 0.90705. اوكي وهذا مضروب بمن؟ مضروب في 0.05 0.05146، يطلع عندي 0.05. اعتقد نفس القيمه 0.05. انا خلي اجيب هنا هذه، هذه هي 0.05. اوكي 0.05 حسبناها. الان اجي احسب هذه، هذه المعادله تحسب من منو؟ تحسب من هذه دلتا تي بي اي 0.002637 كي تايمز هذا المقدار مقسوم على 5 ميو سي تي ار دبليو سكوير. أعتقد هذه أغلب أظن. أوكي أوكي هذه K T F14، هذا F14 K. أوكي أظن هذه هي الأريا، أعتقد مو الأر دبليو، لأن غريبة أنها تكون هنا أر دبليو، يفترض أنها تكون أريا لأن إحنا ده نستخدم تي دي أي، فهذا راح تكون أريا تايمز 43560 الأريا وخر التربيع. الآن دلتا تي كانت قيمة 0.00 أيضا قيمة قليلة، واحد ناقص. أظن أكو خلل بالمعادلة. دكتور خليت إكسبونينشال سالب هاي القيمة؟ إي خليت، إي خليت بقى بعدك خليت R W R W سكوير دلتا تي في اي الان 4390 بس دريلي توبل 4390، يعني معناه هذا لازم نطوله ودي هالشكل. هذه 10,000، 4,000 راح تكون هنا. شوف الحين هذا هم لازم نغيره، نكبر شويه نسويه 3 6. اها وهذا نبي نرسم هذا عندك في الخط المستقيم. ف 4300 راح تكون وين؟ راح تكون هنا. هذه ألف، هاي 2000، هاي 3000، 4300 تقريبا هنا راح تكون. وتقرأ الضغط يطلع تقريبا 3440. نعم 3440 إذا تقرأ منا يطلع أكبرك 3440. إزقد؟ إزقد يطلع؟ فوق 3400. أحسن. إزقد يعني فوق 3400. أحسن خلنا نتأكد من عنده. لا هو هاي 3000. بس الرسم، بس الرسم. 410، 420، 430، 440.
3440 تمام؟ اي 3440 45 440 بي اس اي. هذه محسوب طبعا مره اخرى، هذا يعني يحتمل الخطأ بسيط لسبب بسيط، لانه احنا مثل ما قلت لكم رحنا هذه المعادلات، ايش قد الثقه بهذه المعادلات بالنسبه تسالني اليوم؟ مو ذيك الثقه الكبيره، مو هذيك الثقه الكبيره، لان الفرق بين دايت ست تايم، شوف هنا 6 وهنا 4000 هذا الفرق، لكنه بنتباوع على قيمه البي افريج، هذا 3340 هذا 3440، يعني مو ذاك الفرق الكبير عموما. فهذه هي الطريقه اللي نستخدمها، طريقه دايتس اذا اردنا نحسب الـ يعني الافريج ريزرفر بريشر، الافريج ريزرفر بريشر. اكو سؤال شباب لحد الان؟ اكو سؤال عن الموضوع هنا؟ اكو سؤال؟ سؤال ماكو؟ اذا انا راح اتوقف هنا عند هاي النقطه. فقط عندنا طريقتين ان شاء الله الاسبوع القادم نكملهن، اللي هي طريقه راميكو والام دي اتش نفسها، راميكو والام دي اتش المثيز ميلر دايسيتس، ان شاء الله الاسبوع القادم نكملها، وايضا نكمل الحلول حتى ننتهي من التشابتر الاول، ننتهي تماما من التشابتر الاول ونبدي التشابتر الثاني اللي هو يعني ما يعرف بالمودرن ويك تيس اناليسيس، ان شاء الله نبدي به إذا مو الأسبوع القادم الأسبوع اللي بعده. أكو عندكم سؤال شباب؟ أكو سؤال؟ أكو دكتور بلا زحمة عليك، أخذت الحضور بعدك دكتور؟ هي عيني أخذت الحضور. دكتور أخذتني لأن النت عندي ضعيف كلش. النت عندك ضعيف ليش؟ أستاذ والله ضعيف، يعني كل ساعة أتأخر من أدخل وهاي. باقر؟ حسين ميثم، حسين ميثم. حسين ميثم؟ نعم دكتور. ما أدري والله، بس لازم أشيك لك. ما أدري والله، يعني وين الحضور؟ حاضر يعني من البداية. والله ما أدري، يعني بالنسبة للإنترنت ترى مو عذر، يعني الإنترنت ضعيف. أو إيه دكتور ترى حاضر. حسين ميثم محمد علي أبو الآيفون غير؟ إيه. أي موجود اسمك. شكرا دكتور. هلا وعيد، بس الإنترنت ترى مو عذر، لأنه يعني هو الإنترنت. مو دكتور، دكتور من أريد أدخل يتأخر وكل شوي يطلع. ليش قلت لازم نشوف انترنت؟ لازم نشوف لك انترنت ان شاء الله. استاذ ان شاء الله. ايوه عين. سؤال اخر عندكم دكتور؟ انا عندي سؤال، بس اذا تحاول تغلق التسجيل، لان هذا السؤال يعني خاص عن المحاضرات السابقه، فحتى ما الولد خاف يعني يقرون ويتابعون ويصير مطول. خلنا خلاص يعني دكتور انا عندي سؤال بخصوص هاي المحاضره. يلا سيل انت اول مره. دكتور ما تعرف انه شو كنت تستخدم الهورنر وشو كنت تستخدم طريقه مال ام اتش دي؟ يعني انا شفتك انه قارنته باخر زمن ام دي اتش، يعني ام دي اتش اسفه، يعني انه انت تقارنه باخر زمن اذا كان اكبر من ضعفه، يعني تي بي يكون ضعفه اخر زمن استخدم هورنر، واذا مو ضعفه يعني اكبر من عنده بشويه استخدم طريقه ثانيه. خلنا اوضح لك هاي النقطه، هي كويس سؤال لان دائما طلاب يخلطون. اي صار يعني عندي بيها لبس ما دافتين. خلنا اوضح لك اياها. انت مو حسبتي البرودكشن تايم؟ حسبت تعرفين شلون حسبت البرودكشن تايم؟ اي عارفه عندي على الاخر. روح الاخر قراءه بالضبط، اخر قراءه بالضبط، مو عندك انت قراءه بالضبط. شوف ايش قد التاتي مالته، شوف ايش قد التاتي مالته، اخر قراءه أيه بالضبط. تمام دكتور. قارني بين البرودكشن تايم واخر قراءه بالضبط. إذا البرودكشن تايم أكبر مرتين من آخر قراءة هورنر بلوت، يعني قصدك التي بي أكبر، تي بي أكبر مرتين أوكي زين، أو هم مرات يقولون too much أو مرتين، يعني مو آخر قراءة تكون أكبر مرتين من التي بي، لا التي بي أكبر. لا التي بي مرتين. تي بي إذا عدت برودكشن تايم طويل لازم تروحي للهورنر. أما إذا كانت الدلتا تي أكبر من آخر قراءة، أكبر من البرودكشن تايم، هذا بندرل ستيم تيست، لمن نروح؟ للطريقة الثانية يعني مو هورنر. ميلر دايسيت كنسل. زين إذا هي مثلا ما كانت يعني التي بي كانت شوية أكبر من دلتا تي، مو هواية شوية أكبر، لمن نروح؟ هم هورنر.
يعني الطريقة الثانية الـ MHD MDH. الـ MDH يقول دلتا تي أكبر من تي دي. هسه عندك تي دي أكبر من دلتا تي. هورنر دكتور. مو هورنر يقول تي لازم مرتين. لا شلون؟ شو نسوي؟ ما أدري. نستخدم دلتا تي إي. دلتا تي إي الإكويفالنت. الإكويفالنت ممكن تستخدميها لكل الحالات. تستخدم جميع الحالات. جميع الحالات. واقع عيني. دكتور بس سؤال. تمام. هو نفس الموضوع. ها عيني. دكتور بس بالمحاضرة هي مالت هذا مالت البولداب بالبداية من أخذنا من حكينا على الوقت وقلنا إنه بهونار لازم التي أكبر من الدلتا تي. وبالام دي اتش لازم الدلتا تي تكون اكبر يعني من التي. زين دكتور اكو مثال ما يتوافق الشرط يعني وهذا الشيء شرط له انه لا لا هذا المثال لانه مو وقت قلت لكم انا لانه ما عندي بيانات فراح افترض انه هذا ينطبق على ام دي اتش. يعني دكتور هذا الشرط يعني هو شرط تي بي اكبر من الدلتا تي هونر هو شرط شرط. لكن لما تستخدمين فرضا انت احنا ردنا نطبق الام دي اتش فرضا بس ما عندي بيانات جوا ايدي. البيانات اللي عندي هي الهورنر مو للام دي اتش. هسه اقدر استخدم الام دي اتش؟ نعم نقدر نستخدم الام دي اتش بس راح يكون اكو فرق بالنتائج. ما راح تكون النتائج دقيقه 100%. ليش؟ لانه البيانات تريد من الهورنر وانت ما استخدمت هورنر استخدمت الام دي اتش. هل معناها انه نتائجك بالكامل خطا؟ لا. هل معناها انه نتائجك قريبه عن الواقع؟ نعم قريبه عن الواقع بس مو الواقع. أقل دقة صحيح. أقل دقة. أتلاعب بالبرودكتيفيتي بالأكيوميليتف والفلوريت خلي الزلم والتي بي تطلع لي قليلة أقول أنا. رحم الله والدك في هذا الشكل يعني أنت المهم أنت لا توقف ما والله ما عندي هاي خلاص لازم ما أحل. لا لا أنت تكون مرن. صحيح أنا الهورنر بلوت يعطيني نتائج دقيقة بس فرضا هسه الهورنر بلوت مو ببالي شلون أستخدمه بس أنا أعرف الـ MDH خلنا أستخدم الـ MDH وأقبل بهذا النتائج وأخلي ببالي إنه هذا النتائج مو دقيقة 100%. يعني الدكتور من اتبع الشرط راح تكون نتائج دقيقة. والله صحيح صحيح. بعد أكو دكتور. سؤال آخر. نعم دكتور. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يبارك فيك دكتور. دكتور بس أحمد سؤالي بس بخصوص امتحان المد. إيه؟ احنا هذا الامتحان المد يعني امتحنا اوكي استاذ اذا امكن اكو فرصه لامتحان ثاني لو ماكو بس هذا المد اشوف راح يكون عندنا ان شاء الله الاسبوع القادم او الاسبوع اللي بعده شو يكون استاذ التايب كيرف ماتشين نعم التايب كيرف ماتشين الان مو مثل قبل يعني على ورقة ويحتاج وقت طويل وزمه هسه نستخدم الأكسل شيت. الأكسل شيت حتمي بالتايب كيرف ماتشن. نعم هسه بالامتحان أنت ما راح تقدر تستخدم الأكسل شيت. نعم دكتور. ولذلك أكو احتمال إنه يصير عندنا مثل الكويز على التايب كيرف ماتشن قبل نعم. قبل ما ننتهي نعم. قبل ما ننتهي هذا الكويز ممكن نعتبره مثلاً انت يا عشان بعد ما مصلح الاوراق مالتكم نعم يا سؤال ماخذ بي درجه قليله مثلا سؤال معين ماخذ بي درجه قليله وهذا الكويز اللي راح نسويه جبت بي درجه زينه نعم فممكن نحسب لك هذا بدل ذاك السلام مشكلة مو يعني هسه مشكلة بس أنا أختلف عن الطلاب يعني كل من ترتيبه أنا بالنسبة لي أكو سؤال كامل ما جاوبته أستاذ هذا اللي تقريبا بسؤال اللي هو السؤال الثالث اللي هو أعتقد أهم شيء الإجباري ما جاوبته والله أستاذ ما لحقت إي والله أستاذ أنا عندي مشكلة والله صراحة ساعة ونص بسؤال واحد شيء تطبخ باكر والله أستاذ رحمات أستاذ والله فليش والله يا استاذ يعني يا ريت لو هذا الكويز يكون مد يعني مو هي لا لا مو اشوف انا صح انا عندي حدود لا استاذ لا عز الدين شلون مد لا عين اسمعني لا ممكن انا اسمعني اسمعوني نعم انا نعم. عندي حدود بس الحدود هذه ما المفروض نتجاوز التعليمات والصلاحيات
نعم ممكن نعطيكم كويزات والكويزات ممكن تساعدكم بس ما ممكن تكون بديل للمتيرم. لا المتيرم هذا يعني مقر ومعتمد من قبل رئاسة القسم ومن قبل الجامعة. والمهم فإحنا أكو شغلات رسمية نمشي عليها وأكو شغلات أخرى اللي نقدر شوية يعني بيها مرونة ونقدر نفيد بيها الطلاب شوية. فمثل ما قلت لك عيني خلينا نأخذ التايب كيرف ماشين وخلينا نسوي لنا كويز بي وسؤال واحد وتحلونه ونشوف درجاتكم. إذا كانت درجتك أعلى من إحدى يعني هن معدك سؤالية إذا كانت درجتك التايب كيرف ماشين أفضل من الواحد من ذنيش السؤالية راح نعتمد لك إياها. خوش جزاك الله خير دكتور. بعد دكتور أنا أريد أسأل بس قلت لك ألغى التسجيل لأن صار التسجيل صار مطول. هسا انتهينا هسا راح نلغي التسجيل وأنا بخدمتك. أنا الأول